بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة السابقة تحدثنا عن فلسفة رعاية الشباب من حيث مفهومها ومن حيث أهميتها وفائدتها، وكذلك مصادر الفلسفة لفلسفة رعاية الشباب، وكذلك من حيث مقومات فلسفة رعاية الشباب. في هذه المحاضرة سنتناول مبادئ فلسفة رعاية الشباب، المبادئ العامة بتقوم عليها الفلسفة العامة لرعاية الشباب. طبعا عندنا عدد من المبادئ، سندرس هذه المبادئ وأيضا لابد من توضيحها حتى عند عملنا في مجال رعاية الشباب أن نراعي هذه المبادئ وتطبيقها. في عندنا عدد من المبادئ. أول مبدأ ما هو؟ نعم يا بنتي، مش الثروة، الثروة هي الثروة الحقيقية للأمة، وكانت واعية. نعم، واعية مدربة تفضل على الثروة المادية، لأنها بدون الثروة البشرية لن تكتشفها، هي أساس رعاية الشباب. طبعا إحنا أول مبدأ من مبادئ رعاية الشباب يعتمد على البشر، على الثروة البشرية اللي هم الشباب. فلذلك من هنا نهتم بالشباب كعنصر بشري، لأنه الشباب إذا كان مدربا ومعدا إعدادا سليما، هنا نستطيع أن نبني المجتمع. فلذلك أول مبدأ من مبادئ الفلسفة الصالحة لرعاية الشباب حتى تكون هذه الرعاية صالحة، هو الاعتماد على الثروة البشرية من الشباب. وهذه الثروة البشرية نقوم بإعدادها وتدريبها وصقلها وبنائها حتى تكون من الفئات المنتجة داخل المجتمع. فلذلك من هنا إذا كان هناك ثروة مادية وثروة بشرية، فأيهما أهم، الثروة البشرية أم الثروة المادية؟ من الجوابنا؟ تجاوبنا بإجابة نعم، الثروة البشرية. لماذا الثروة البشرية؟ لماذا الثروة البشرية؟ نعم يا بنتي، الثروة البشرية هي التي قادرة على تشغيل الثروة المادية، على الاستثمار للثروة المادية واستغلالها، وأيضا الاستفادة من الثروة المادية. لأن وجود ثروات مادية في المجتمع بدون ثروات بشرية لا فائدة من الثروات المادية. ولذلك كثير من الشعوب ومن الدول تعاني، لديها ثروات مادية كبيرة وكثيرة، ولكن ثرواتها البشرية يعني غير كافية، فتعاني من مشاكل، تعاني من مشاكل عدم الإعداد وغير ذلك. في دول نامية كثيرة عندنا تمتلك ثروات مادية، ولكن الثروات البشرية غير معدة الإعداد السليم لاستثمار هذه الثروات المادية وتنميتها والاستفادة منها، فلذلك تعاني من الفقر، تعاني من المرض، تعاني من الجهل. فلذلك من هنا لو كانت الثروة البشرية معدة إعدادا سليما، تعليما وتقنيا ومهنيا، هنا نستطيع أن نستفيد من هذه الثروات داخل المجتمع. ولذلك من هنا بنعتمد على بناء شبابنا كثروة بشرية، بحيث نعدهم الإعداد الصالح في المجتمع للاستفادة منهم، للاستفادة من شبابنا في بناء مجتمعنا من خلال استثمار ثرواتنا. فلذلك من هنا الثروة البشرية مهمة جدا كمبدأ أساسي من مبادئ رعاية اللي هي الفلسفة الصالحة لرعاية الشباب الصالحة. نحكي المبدأ الثاني، طبعا التربية الشاملة مهمة جدا للشباب. لذلك من هنا اللي هو الشباب حتى يكون فاعل
لابد من أن يكون يعني لديه رعاية وتربية شاملة. فلذلك الشباب سلاح ذو حدين، إما أن يكون شباب تربى ونشأ تنشأ غير صالحة، وهنا بينتج عندنا مجتمع غير صالح، أو مربى أو شباب مربى تم تربيته وتربية وتنشئ صالحة، فلذلك هنا ينشأ الشباب صالحا نتيجة هذه الرعاية الصالحة. ولذلك من هنا لابد من توجيه شبابنا ورعايته وتنشئته التنشئة الصالحة في المجتمع. وطبعا لا حياة لأمة بدون شبابها، لا حياة للأمة التي لا تعتني بشبابها. الأمة التي تترك شبابها سرعان ما تنتهي ويحكم عليها بالفناء، ولكن الأمة التي تعتني بشبابها وتربي شبابها وتنشئ شبابها التنشئة الصالحة، هذه أمم تستحق الحياة، فلذلك تستمر في الحياة والتقدم. فلذلك من هنا لابد أن نراعي مراعاة الشباب وتربيتهم التربية الصالحة، حتى لا يكون عندنا شباب متفسخ ومنحل ويجري وراء اللهو والعبث. فلذلك من هنا على المسؤولين وقادة رعاية الشباب وفي فلسفة رعاية الشباب لابد أن نراعي هذا المبدأ الهام، وهو إيجاد الرعاية الصالحة. في الفلسفة الخاصة برعاية الشباب لابد أن تكون رعاية صالحة لشبابنا، حتى ينشأ هذا الشباب نشأة صالحة، ومما يترتب عليه أن ننتج مجتمعا صالحا يعتمد على الله أولا ثم على شبابه. فلذلك من هنا لابد من إعداد الشباب إعدادا صالحا. هذا مبدأ أيضا مهم جدا، وهو الإعداد الصالح للشباب، التربية الصالحة، التنشئة الصالحة، وهكذا. في عندنا مبدأ آخر من المبادئ التي يجب أن نراعيها، بتقوم عليها الفلسفة الصالحة لرعاية الشباب، وهي أن يتسع مفهومنا لرعاية الشباب، يجب أن يتسع ليشمل جميع الظروف والعوامل والعمليات والخدمات اللي بتكون بها مؤسسات رعاية الشباب وتربية الشباب. فلذلك من هنا مؤسسات رعاية الشباب مهمة جدا في المجتمع، لذلك برامجها خططها لابد أن تكون هذه الخطط والبرامج معتمدة على التنشئة الصالحة لشبابنا في المؤسسات التعليمية، مؤسسات شغل وقت الفراغ، في المسجد أيضا كذلك الإعداد الجيد لشبابنا. فلذلك من هنا من مبادئ الفلسفة الصالحة لرعاية شبابنا اللي هي وجود المؤسسات وما تقوم به من خطط وبرامج لرعاية الشباب. يجب أن تراعي الخطط الوقائية والعلاجية والإنمائية لشبابنا من خلال المؤسسات التي تقوم برعاية الشباب. طبعا هناك فراغ للشباب يجب أن يستثمر من خلال هذه المؤسسات، من خلال مؤسساتنا في التعليم العام، في الجامعات، في الأندية، في المساجد، في غير ذلك. هذه مؤسسات المجتمع لابد أن تهتم بالشباب وبصقله، وأولى هذه المؤسسات الأسرة، يجب أن تهتم وتعتني بأبنائها من الأطفال ومن الشباب. فلذلك لابد من التركيز في ذلك على مؤسسات المجتمع وما تقوم به من رعاية وتربية شاملة ومتكاملة لشبابنا. أيضا من المفاهيم حول ذلك، طبعا الخدمات التي تقدم في المؤسسات لا تقدم في أوقات الفراغ فقط، ولكن في أوقات الفراغ وأوقات العمل. على سبيل المثال الخدمات التي تقدم لشبابنا مفروض في المصانع، في رعاية الشباب في المصانع أو المزارع أو في القرى أو المدن، لابد في أثناء العمل أن نقدم رعاية لشبابنا. أيضا في جامعاتنا في أثناء الدراسة كذلك أن نقدم رعاية لشبابنا. ولذلك من ضمن برامجنا نحن في الجامعة الإسلامية هناك وقت مخصص للنشاط من أوقات الدراسة،
من أوقات الدراسة وخاصة يومي الأحد والثلاثاء عندنا ساعة ونصف، هذه ممنوع فيها الدراسة، ممنوع فيها التدريس. لماذا؟ لأنه هذا الوقت مخصص للأنشطة الطلابية والشبابية داخل الجامعة، من أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية وهكذا، وكل ما يتعلق بالأنشطة لبناء وصقل شخصيات الشباب والاهتمام بهم. فلذلك من هنا رعاية الشباب لا تقتصر على الوقت المخصص من خلال وقت الفراغ فقط، ولكن أيضا نستغل ونستثمر وجود الشباب أثناء عملهم ونقدم لهم برامج أيضا. ولذلك الشباب في المصانع عندما تقدم لهم برامج للرعاية هذا يزيد من إنتاجهم، من إنتاجهم وهكذا. فاليوم برامج الرعاية لا تقتصر على وقت الفراغ فقط، ولكن أيضا لابد أن تقدم برامج رعاية الشباب للشباب من خلال عملهم أيضا. كذلك طبعا هذه ميادين ترعى الشباب هذه كلها، لكن مش في مؤسسات خاصة بهذه الرعاية فحسب، بل إنها اليوم أصبحت طريقة الشباب، طريقة اليوم رعاية الشباب أصبحت طريقة لها مبادئها، لها أساليبها، فلها أهدافها. لابد أن نراعي هذه الأساليب والمبادئ وكل ما يتعلق بتحقيق أهداف رعاية الشباب. أيضا اليوم أيضا رعاية الشباب لا تقتصر على تقديم البرامج فقط هكذا عبثا، ولكن الهدف الأساسي لها هو النمو الاجتماعي لشبابنا، النمو الاجتماعي السليم. في عندنا مبدأ آخر أيضا من المبادئ العامة اللي بتقوم عليها الفلسفة العامة لرعاية الشباب، وهي طبعا لابد أن تكون رعاية الشباب متمشية مع حاجات وخصائص الشباب، خصائص مرحلة الشباب. لابد أن ندرس خصائص المرحلة الخاصة بالشباب، وأيضا أن ندرس حاجات الشباب، وأن نقدم لهم برامج متناسبة مع حاجاتهم ومع خصائصهم. فلذلك من هنا بنركز على البحث العلمي المستمر لشبابنا لمعرفة مشكلاتهم، لمعرفة حاجاتهم، لمعرفة خصائص المرحلة السنية لشبابنا، وتقديم البرامج التي تلائمهم حسب حاجاتهم وخصائصهم. ولذلك هذا مبدأ مهم جدا عندما نقوم برعاية الشباب، من حيث يعني لابد أن نراعي هذا المبدأ في الفلسفة العامة لرعاية الشباب، وهو دراسة خصائص وحاجات الشباب ومشكلات الشباب، وهذه تعتمد على البحث العلمي في دراسة هذه الخصائص، وأن نعد الخطط والبرامج لتلائم خصائص مرحلة الشباب وحاجات الشباب. في عندنا أيضا من بعض المبادئ أن نراعي الثقافة، أن نراعي ثقافة المجتمع عندما نقدم اللي هي رعاية صالحة للمجتمع. لابد في الفلسفة الصالحة لرعاية الشباب لابد أن نراعي ثقافة المجتمع من عادات وتقاليد وأعراف وأفكار ومعتقدات، هذه كلها لابد أن نراعيها في فلسفة رعاية الشباب اللي هي مراعاة الثقافة. اليوم في عندنا يعني لابد أن نراعي الثقافة المختلفة، يعني إحنا مثلا مجتمعنا الفلسطيني مجتمع عربي مسلم له ثقافة تتناسب مع ثقافة المجتمعات العربية المسلمة، ولذلك عندما نضع فلسفة لرعاية شبابنا لابد أن تنبثق هذه الرعاية من ديننا الإسلامي ومن عروبتنا، ولذلك من هنا لابد أن تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا، هذه الفلسفة التي نشتقها من مجتمعنا الفلسطيني، وكذلك مجتمعاتنا العربية والإسلامية بشكل عام لابد أن يكون لها فلسفة خاصة بها من خلال عقيدتها الإسلامية ومنطلقاتها أيضا القومية والوطنية وحسب عاداتها وتقاليدها ومعتقداتها النابعة من الإسلام. فلذلك من هنا لابد عندما نقوم بوضع فلسفة صالح لرعاية الشباب أن نراعي هذا المبدأ، وهي الثقافة، ثقافة المجتمع، وكل مجتمع أن يراعي ثقافته
عندما يضع فلسفة مناسبة لشبابه. فلذلك مبدأ مهم جدا وهو مراعاة الجوانب الثقافية، وطبعا مراعاة الجوانب الثقافية لأنها تختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر، حتى في داخل المجتمعات العربية والإسلامية من مجتمع محلي إلى مجتمع آخر محلي تختلف، فلذلك من هنا من دولة إلى دولة قد تختلف. فلذلك لابد أن نراعي هذا الجانب عندما نضع الفلسفة الصالحة لرعاية شبابنا. واضح؟ طيب، أيضا البيئة مهمة جدا، ولذلك لابد من إصلاح البيئة التي يتواجد فيها الشباب. ولذلك هذا مبدأ من مبادئ فلسفة رعاية الشباب، إصلاح المجتمع، إصلاح البيئة التي يتواجد فيها المجتمع، لأنه الشباب ينشأ في البيئة كالنبتة التي تنشأ في الأرض. فإذا كانت الأرض طيبة هنا تنمو هذه النبتة نموا طيبا، وإذا لم تكن الأرض طيبة للزراعة ولم تكن صالحة للزراعة ولم تجد وسائل الري الصالح والأسمدة الصالحة، هذه النبتة لا تنبت نبتة طيبة. ولذلك أيضا المجتمع والبيئة، إذا كانت البيئة صالحة ومعدة للشباب هنا ينشأ الشباب تنشئة صالحة، وممكن أن نقوم برعايته الرعاية الصالحة. إذا كانت البيئة صالحة والمجتمع صالح، فلذلك من هنا لابد من الاهتمام بالبيئة الاجتماعية، البيئة الاجتماعية بكافة جوانبها، تبدأ من الأسرة ثم المدرسة ثم الجامعة ثم مؤسسات المجتمع التي يختلط بها الشباب أو تهتم بالشباب. فلذلك من هنا لابد من إيجاد بيئة صالحة للشباب من في المجتمع، حتى ينمو الشباب نموا صالحا ونموا اجتماعيا سليما، وأيضا ممكن في هذه الحالة ينتج عندنا مجتمع صالح. فلذلك لابد من إيجاد البيئة الصالحة التي تقوم على الحرية وعلى العدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية وتوزيع الثروات داخل المجتمع بالعدالة، وأيضا إيجاد فرص العمل للشباب جميعا، وأيضا إيجاد فرص التعليم للجميع من الذكور والإناث من الشباب. كل هذه جوانب عدالة، عدالة اجتماعية وعدالة اقتصادية داخل المجتمع. فلذلك لابد من إيجاد البيئة الصالحة لشبابنا. فهذه تعتبر مبدأ من المبادئ التي تعتمد عليها فلسفة رعاية الشباب، وهو إيجاد البيئة الصالحة لمساعدة الشباب على النمو الصالح داخل المجتمع وتقديم الرعاية المناسبة والصالحة لهم. هذه من المبادئ التي تعتمد عليها فلسفة رعاية الشباب. أيضا رعاية الشباب مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع ومؤسساته ومصالحه وقادته ومسؤوليه، سواء كانوا من المؤسسات أيضا الحكومية والأهلية. فلذلك اليوم مبدأ مهم جدا تعتمد عليه فلسفة رعاية الشباب، وهو المسؤولية المشتركة، المسؤولية المشتركة من الجميع، من قادة المجتمع ومن شباب المجتمع ومن مؤسسات المجتمع بأنواعها المختلفة الحكومية والأهلية. الكل لابد أن يشترك في رعاية الشباب ووضع برامج الشباب المناسبة والصالحة، وهذا يعتبر مبدأ من المبادئ التي تعتمد عليها فلسفة رعاية الشباب، وهي اللي هي المسؤولية المشتركة، المسؤولية المشتركة من الجميع. لابد أن يشترك الجميع في إعداد خطط وبرامج رعاية الشباب، ومن ضمنهم الشباب أيضا لابد أن يشتركوا في برامجهم التي تلبي حاجاتهم وتعالج قضاياهم ومشكلاتهم وتساعدهم على النمو. أيضا الشباب ليس وليد اليوم، بل الشباب هو نتاج للماضي، لمرحلة مهمة جدا من مراحل نمو الشباب قبل أن يصل إلى مرحلة الشباب، وهي مرحلة الطفولة.
فلذلك من الفلسفة الصالحة، من المبادئ البتراعية الفلسفة الصالحة لرعاية الشباب هو الاهتمام بمرحلة الطفولة، لأن أطفال اليوم هم شباب الغد. فإذا اعتنينا بأطفالنا اليوم سنجد شبابا في المستقبل، شباب يعتمد على نفسه، يكون شبابا معدا إعدادا صالحا. فلذلك من هنا لابد من الاهتمام بالمرحلة التي تسبق مرحلة الشباب وهي مرحلة الطفولة، لابد من إعدادها. وهذا يأتي دور البيت، دور الأسرة، دور المدرسة، دور المؤسسات الأخرى، مؤسسات الطفولة أيضا التي ترعى الطفولة. كل هذه يعني لابد من الاهتمام بمرحلة الطفولة حتى يعني يصل الشباب، يكون عندنا شباب صالحا يستطيع الاعتماد على نفسه ويستطيع الاعتماد على ما تربى عليه وعلى ما نشأ عليه من إعدادا صالحا، لكي نعتمد على هذا الشباب في بناء الوطن، في إحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية داخل الوطن. إذن من هنا لابد من الاهتمام بهذه المرحلة اللي هي مرحلة الطفولة. وإذا أردنا أن نصنع مجتمعا أو نجد مجتمعا صالحا، لابد أن نعد أطفالنا الإعداد الصالح، لأن هذه مرحلة مهمة جدا. الأطفال كالعجين، ممكن أن نشكلهم كيفما شئنا وهكذا، لأن الطفل على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فلذلك من هنا لابد من الاهتمام، لابد من الاهتمام بالطفولة وإعدادهم الإعداد الصالح، وهذه مرحلة مهمة جدا. نجد كثير من الشباب فشل في تحقيق أهدافه، فشل في التعليم، فشل في الحصول على مهنة حرفة، لأنه لم يجد العناية والرعاية الكاملة في مرحلة الطفولة. واجهت وقابلت كثير من الأحداث الصغار، مرحلة الفتوة كذلك، لماذا ارتكبوا الجنح؟ لماذا لم فشلوا في حياتهم؟ لأنهم لم يجدوا الرعاية الصالحة منذ الطفولة. فلذلك من هنا لابد من الإعداد والاهتمام، إعداد أبنائنا منذ الصغر، على الأم والأب والإخوة الكبار إعداد الأبناء في الأسرة، تربيتهم وتوجيههم وتعليمهم، التعليم الصحيح والتوجيه الصحيح، وهكذا حتى نصل إلى مرحلة الشباب ويكون يعني مرحلة متقدمة، ونعد الشباب إعدادا سهلا، يعني ليس فيه صعوبة. أن نصقل الشباب بمزيد من المهارات والقدرات والخبرات والتعليم وغير ذلك، فهذه مرحلة مهمة وتعتبر يعني مبدأ هام جدا من مبادئ الفلسفة الصالحة لرعاية الشباب. في عندنا أيضا نقطة مهمة جدا نراعيها في فلسفة رعاية الشباب، وهو ألا نهتم بالذكور فقط من الشباب ونترك الإناث. كثير من المجتمعات تعمل هكذا، تهتم بذكورها من الشباب وتهمل إناثها، هذا خطأ. لابد من العدل ما بين الذكور والإناث من الشباب في إيجاد برامج لرعاية الشباب وصقلهم وتربيتهم التربية الصالحة وتنشئتهم التنشئة الصالحة. فلذلك من هنا لابد من المساواة والعدل بين الجنسين في المجتمع، من الذكور والإناث، من حيث برامج رعاية الشباب. وعلى الجهات المسؤولة أن تعتني بذلك، جهات المسؤولة عن الشباب من وزارة الشباب وغيرها، من وزارة التربية والتعليم، من الوزارات الأخرى التي تهتم بالشباب. لا نهتم بالذكور فقط ونترك الإناث، لابد أن نهتم بالجنسين، وهذا مبدأ مهم جدا تقوم عليه الفلسفة الصالحة لرعاية الشباب. أن نهتم ببناتنا وأبنائنا من الشباب في إيجاد برامج تهم الجنسين، ولا تقتصر على جنس واحد فقط، بحيث لا يكون هناك تفرقة بين الجنسين، وأن نوجد البرامج التي تتلائم مع خصائص كل من الجنسين، الذكور والإناث، وألا نخلط بينهما. فلذلك هناك برامج خاصة بالإناث لابد من مراعاتها في الرعاية الخاصة بشاباتنا
وأيضا برامج خاصة بشبابنا من الذكور لابد من مراعاتها عند رعاية شبابنا. هذا أيضا مبدأ مهم جدا من مبادئ رعاية الشباب. أيضا رعاية الشباب تهتم بالنمو المتكامل للشاب، بالشخصية المتكاملة من كافة جوانبها، الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية، كافة الجوانب لابد أن نبني شخصية متكاملة. ولذلك من هنا الأنشطة لابد أن تكون متكاملة، لا تقتصر على نشاط واحد فقط. نحن نجد كثير من الدول تهتم برعاية شبابها عن طريق نشاط واحد مثل النشاط الرياضي، بل حتى عن لعبة واحدة مثل لعبة كرة القدم وترك باقي الأنشطة الرياضية. لا، نحن نقول لابد أن نعدل في الأنشطة المختلفة. النشاط الرياضي لا نركز على نشاط كرة القدم لوحده، بل كل الأنشطة الرياضية. وكذلك في الأنشطة الثقافية لا نركز على نشاط رياضي فقط ونترك الأنشطة الثقافية والاجتماعية والصحية وغير ذلك. لابد أن نهتم بكل الجوانب التي تبني لنا شبابا صالحا في شخصية متكاملة للنمو المتكامل. فلذلك من هنا هذا مبدأ مهم جدا، عندما نقوم برعاية الشباب لابد أن نراعي ذلك اللي هو بناء الشخصية المتكاملة، ونركز على جميع الأنشطة المتكاملة التي يكمل بعضها بعضا من أجل بناء شخصية الشباب عقليا ونفسيا واجتماعيا وجسميا، وهكذا من خلال الأنشطة التي تقوم ببناء الشخصية المتكاملة، وألا نركز على نشاط على حساب نشاط آخر، أو نركز على 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 جزء من شخصية الشباب على حساب الأجزاء الأخرى من بناء شخصيته. فلذلك لابد أن يكون هناك بناء متكاملا للشخصية الشباب، وهذا مبدأ مهم جدا تعتمد عليه الفلسفة الصالحة لرعاية الشباب. الفلسفة حتى نبني فلسفة صالحة ونعدها لابد أن نراعي هذا المبدأ، بناء الشخصية المتكاملة للشباب. في عندنا أيضا عندما نقوم بتقديم برامج الشباب لا نركز على البرامج الترفيهية فقط، بل لابد أن تكون هناك برامج بنائية لصقل شخصيات الشباب، برامج مهنية وحرفية. يعني ألا نركز على الترفيه فقط، مع العلم الترفيه مهم جدا للشباب، لابد من عنصر الترفيه أيضا. بالإضافة للترفيه لابد أن يكون هناك التركيز على عنصر البناء، تنمية القدرات المهنية والحرفية لدى شبابنا، حتى نستطيع أن نوجد شبابا في المجتمع يبني المجتمع بناء سليما، يحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع. فلذلك هنا لابد من إعداد الشباب إعدادا سليما يعتمد على إيجاد وسائل للترفيه لترفيه الشباب، بالإضافة على إيجاد برامج أيضا إنمائية مهنية حرفية لبناء الشاب يستطيع أن يعتمد على نفسه عندما يتعلم أو ينمي قدراته المختلفة، وأيضا يستطيع أن يرفه عن نفسه، لأن الشباب في حاجة إلى الترفيه، روح عن القلوب ساعة بعد ساعة، هذه مهمة جدا، لأن الإسلام عندنا يحثنا على ذلك، على الترفيه. لكن في نفس الوقت لابد من الاهتمام بالشباب في البناء، في تعلم القدرات والحرف، وأيضا تعلم يعني تنمية قدراته المختلفة. هذه كلها يحث عليها يعني الفلسفة الصالح لرعاية الشباب. هذا مبدأ لابد أن نراعيه عندما نضع فلسفة عامة لرعاية شبابنا، أن نراعي ذلك، برامج ترفيهية بالإضافة لبرامج إنمائية لتنمية وصقل شخصيات الشباب، حتى نستطيع أن نبني المجتمع بناء سليما ونحقق التنمية الشاملة داخل مجتمعاتنا. طبعا هذه نقطة مهمة جدا،
وتكلمت عندها عن طريق المسؤولية الاجتماعية، لكن هنا بنركز عليها مرة أخرى، وهو مبدأ مهم جدا لابد أن نراعيه، وهو مشاركة الشباب في وضع برامجهم مع المختصين. لابد الشباب أن يضع ما هي البرامج التي تلائمه، ما هي البرامج المناسبة والملائمة له. فلذلك من هنا لابد أن نراعي هذا المبدأ عندما نضع خطط وبرامج لرعاية الشباب، ألا نترك الشباب لوحدهم، ويقوم المسؤولون في الوزارات وفي الجهات المسؤولة يضعوا خطط وبرامج للشباب، الشباب لا يرغب فيها، خطط وبرامج غير مدروسة. فلذلك من هنا أولا لابد أن نعرف ما هي رغبات وحاجات الشباب، لابد أن نشرك الشباب وقادة الشباب في عمل البرامج مع الجهات المسؤولة. هذا يعتبر مبدأ مهم جدا من مبادئ رعاية الشباب، وهو مشاركة الشباب في وضع الخطط والبرامج الخاصة برعاية الشباب. وأكثر من يعبر عن حاجة الشباب ورغبات الشباب هم الشباب أنفسهم، هم الذين يعرفون ماذا يريدون من برامج لرعايتهم. فلذلك من هنا لابد من إشراكهم في وضع البرامج الخاصة برعايتهم، وهذا مبدأ مهم جدا لابد أن نراعيه في الفلسفة العامة لرعاية الشباب. أيضا حتى نضع فلسفة، أو لابد من مراعاة مبدأ مهم جدا من مبادئ فلسفة رعاية الشباب، وهو إعداد القادة. لابد من تدريب العدد الكافي من القيادات ذات الكفاءة الواعية القادرة على القيادة والإدارة والتوجيه في مجال رعاية الشباب. القادة مهمين جدا. مين تقول لي ما أهمية القادة؟ لماذا نعد القادة لرعاية الشباب؟ لماذا نعد القادة لرعاية الشباب؟ نعم، بدي طالبة اللي تجاوب ترفع يدها. لماذا نعد القادة لرعاية الشباب؟ ما أهمية القادة في رعاية الشباب؟ أيوة يا بنت قولي. لتمكين الشباب وإدارتهم نحو الهدف الرئيسي. نحو الهدف الرئيسي. طيب ما هي خصائص القائد؟ ما هي خصائص القائد الناجح؟ ما هي خصائص القائد الناجح؟ أيوة في الآخر. قوة الشخصية وتكاملها والاستقرار النفسي وحسن الخلق والسلوك. ماذا أيضا من خصائص أخرى للقيادة؟ ماذا أيضا من خصائص القادة؟ نعم، الرغبة الصادقة في خدمة الشباب. أيوة بنتي، القدوة الحسنة، تحمل المسؤولية، تحمل المسؤولية، الموجه والمرشد للشباب. مين كمان هنا؟ يلا يا بنتي، له القدرة على حل المشكلات. اللي في الآخر. أيوة أنت، مهارة في العلاقات الإنسانية، حسن الإدارة، هذه من خصائص القيادة. نعم في الآخر، التدريب على العمل القيادي. حصول طبعا لابد أن يحصل على شهادات لكي تؤهله على القيادة. نعم، ماذا أيضا؟ عدم التحيز والتعصب، هذه من صفات القائد. عنده مهارة في العلاقات الإنسانية، حسن السلوك والأخلاق، لأن الشباب حيقتدوا فيه. حسن السلوك والأخلاق، تقدير الواجب والمسؤولية. الثقة في الملاحظة برضو والابتكار، إذا عنده الثقة في الملاحظة والابتكار. نعم، ما شاء الله، أحسنتنا كلكم، يعني إجابات صحيحة، بارك الله فيكن. يعني هذه صفات القائد اللي لابد أن نعده لرعاية الشباب، لابد أن تتوفر فيه هذه الخصائص حتى نستطيع أن نعد أو نرعى شبابنا داخل المجتمع. هذه كلها اللي هو مبدأ هام جدا، وهو مراعاة القيادة. لابد من تدريب القيادة في رعاية الشباب، لابد أن نراعيها عندما يعني، وهذه من فلسفة العامة لرعاية الشباب. في مبدأ مهم جدا
وهو التقويم. ما معنى التقويم؟ من تقول لي ما معنى التقويم؟ هذا مبدأ بالرأي في الفلسفة العامة لرعاية الشباب، وهو التقويم. ما معنى التقويم؟ ما معنى التقويم؟ أيوة يا بنتي. معرفة مواطن القوة ومواطن الضعف في الخطط والبرامج. بالضبط، أحسنت. معرفة مواطن القوة ومواطن الضعف لكي نتلافى مواطن الضعف وندعم مواطن القوة. هذه بالنسبة للتقويم، وهذا يعتبر مبدأ مهم جدا لابد أن نراعيه في الفلسفة العامة لرعاية الشباب، وهو مبدأ التقويم، لنعرف أين وصلنا في برامجنا، هل حققنا أهدافنا أم لا في رعاية الشباب، ما هي المعوقات، ما هي الصعوبات ونتلافاها، ما هي الإيجابيات وندعمها ونعززها، نتعلم من الأخطاء كذلك. هذا كله التقويم، لابد أن نراعي هذا المبدأ اللي هو التقويم في رعاية الشباب. نكون في هذه المحاضرة قد يعني استعرضنا أهم المبادئ للفلسفة العامة لرعاية الشباب، فلذلك لابد من مراعاة هذه المبادئ عند القيام بالتخطيط ووضع الخطط والبرامج لرعاية شبابنا. إلى هنا يعني ننهي هذه المحاضرة، على أمل أن نلتقي في المحاضرة القادمة إن شاء الله في موضوع جديد، وهو موضوع أهداف رعاية الشباب. إلى أن نلتقي بكنا في المحاضرة القادمة، لكنا مني كل تحية وتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.